عند الإشارة تكون الساعة 7 صباحا. وهنا رباط إذاعة المملكة المغربية. أهلا وسهلا بالجميع، كنتمنى أنكم تكونوا بخير وعلى خير. غادي ندخل مباشرة في الموضوع، وغادي تكون عندنا الجلسة رقم 2 مع المناضل الحر، الأخ المستشار اللي كينشط على مواقع التواصل الاجتماعي اللي فيه الريحة ديال التمغربيت. وغادي نحاولوا أننا من خلال هذا الفيديو سنتصدى لكل من سولت له نفسه المساس بهذه الأرض الحبيبة المملكة المغربية الشريفة تحت الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس نصره الله. كذلك غادي نمشي لواحد المسترزق قبل ما نمشي عند الأخ المستشار الملقب بالركان، هذا اللي خرج وكيهاجم المغرب والمغاربة وخرج في واحد الصورة أنه في الخلفية داير تمخربيت، غادي نردوا عليك بطبيعة الحال. ولكن قبل كنشكر المشتركين الجدد اللي العدد ديالهم غير في فيديو واحد 400 مشترك جديد، كنقول لكم مرحبا بكم داخل قناة الجريدة المغربية. أنا ما غادي نقول لكم لا ديروا لايك ولا تفعلوا في التعليقات، كل ما أتمناه هو أنكم تدعموا المنصات الحرة المغربية اللي كتدافع على هذا الوطن الحبيب. قبل ما نمشي عند الأخ المستشار، هذا الملقب بالركان فهو مغربي بطبيعة الحال، أنه خرج كيهاجم المغرب والمغاربة، وخرج في بث مباشر في المنصة ديال أسعد الشرعي ودير الفيديو ودير الخلفة ديالو تم خرابيت، ماشي تم غرابيت أنك يضرب المصداقية ديال المغاربة، داير تم خرابيت، حنا غادي نوريوك تم خرابيت. هاد السيد هذا أن للأسف الشديد أن بعض المغاربة كيتحاوروا معاه في منصة أسعد الشرعي، ويا ما حذرناكم من منصة ديال أسعد الشرعي قلتوا كتغيروا منه فهو كيحب المغرب واواوا، حذرناكم من منصة أسعد الشرعي اللي كتستقطب هاد المسترزقين اللي كيحاولوا أنهم يهاجموا المملكة المغربية الشريفة، منهم هاد السيد سميتو الركان. إلى عندك الركان من خلال الصورة أنت كما تشوفوا في الخلفية داير فيديو وكيدير التمخرابيت، إلى عندك شي حسابات حاول أنك تصفيها مع بعض الجهات المعنية بالأمر، المغاربة بعادين عليك بطبيعة الحال. وأنا كنتكلم معك من أقصى شرق المملكة المغربية الشريفة، وانت والله ما كتفهم المواطنة بتاتا مطلقا، لا علاقة لك بالمواطنة. أعطينا ماذا قدمت أنت للمملكة المغربية الشريفة، شنو قدمت العائلة ديالك، أعطينا شهيد من العائلة ديالك. وحنا إلا هضرنا على الشهداء من العائلة ديالنا بالمئات، إذن هنا للأسف الشديد أنت الذي أهمت في بتوت مباشرة الجزائرية، كدير بتوت مباشرة الجزائرية وكتمشي للبتوت الجزائرية وتهان كيهينوك، وانت كتضحك ديك الضحكة المطاطية كتجبد البلاستيك بفمك. إذن المغاربة واعرين عليك. مسألة أخرى، من خلال الهجوم ديالك أنت تفتقد للهوية، والله مثلك مثل الجزائرية التي تنصلت من الهوية ديالها الجزائرية وكتقول بأنني أنا مغربية، وكتحاول أنها تضرب في سمعة المملكة المغربية الشريفة وكتضرب في السمعة ديال المغاربة، ولكن الحمد لله أننا عقنا بها. مني كتطلع في بث مباشر ديال أسعد الشرعي يقول بك، مني كتجي وكيقول لك أسعد الشرعي تفضل أعطيني المغاربة على شي دوره، وكتتكلم على أن المغاربة متصهينين، كتقول المغاربة صهاينة، ومن بعد فرشك أسعد الشرعي مباشرة دربت مباشر وهو يدافع عن بلده اليمن، وانت مغربي أنك عوض أنك تدافع عن المغاربة، ها وصفك أسعد الشرعي. ملي كتكلم وكتدافع على الجزائر وكتقول وتشبهنا احنا بالصهاينة، علاش ما تقولش الصراحة للجزائريين وتقول الصراحة للمغاربة؟ وانا غادي نذكرك لعل الذكرى تنفع المؤمنين، علاش ما تقول لهمش بان غادي نسمي لك بعض الاسماء، ادريس الجزائري والعلاقه ديالو مع السفير الامريكي روجو تيميلو ودعم الترسانه النوويه الاسرائيليه، علاش ما تقولش الحقيقه، تحق الحقيقه للجزائريين بان نظامكم من اكبر المطبعين. زيد على ذلك وزاره الثقافه الجزائريه
في شخص السيد إلياس سالم، هذا جزائري وكان دائم الزيارات إلى إسرائيل ودار عدة أفلام، العدد ديالها هو 5 اللي ندارت، كانت الأطوار ديالها دارت بإسرائيل، منها فيلم الوهراني. زيد على ذلك أنا غادي نحاول أنني شوف الحمد لله أنك سير قرا شوية، حاول أنك تطالع الأحداث، عوض أنك تطلع تطلق ديك البروباغاندا اللي كيطلقها النظام الجزائري في فلسطين، نظام ليما أومدلوما، ديك البروباغاندا اللي عاقوا بها المغاربة. علاش ما تقول لهمش بأن الجريدة الرسمية الجزائرية عادت 13 الصادر في 16 مارس 2000 والتي تؤكد الصفحة 20 منها بما لا يدع مجال الشك، اعتراف الجزائر رسميا بدولة إسرائيل، وهي الوثيقة التي تفضح كل الشعارات الفارغة اللي ضل أمثالك والكبرانات يرددونها لعقود من الزمن. الوثيقة اللي كان هضر لك عليها تؤرخ لمذكرة تفاهم حول الرقابة على السفن من قبل سلطات الموانئ بدول منطقة البحر الأبيض المتوسط، ضمنها إدارة الملاحة والموانئ التابعة لوزارة النقل المتواجدة بإسرائيل، هذا دون الحديث عن مئات بل الآلاف من المعاملات التجارية اليومية التي تربط الجارة الشرقية الجزائرية اللي كدفع عليها انتايا مع إسرائيل. علاش ما تهضر لهم مش على الكتاب دو كابيري أباري للمؤرخ ديالو حميد سياد الذي يورط ويكشف عورة النظام الجزائري بأنه من أكبر المطبعين إبان العشرية السوداء عن علاقة النظام الجزائري بالكيان الصوص. أنا غادي نختم لك واحد القولة ديال واحد الشاعر، إذا كان شعري شعير فهل تستملح الحمير، ولكن لشعري شعور فهل للحمير شعور. غادي نجيو أنك بجديد أنك تتعلم أكثر، غادي نخليك مع المستشار اللي غادي يعطيكم يعطيك ليك أنت ولأمثالك الدروس. نخليكم مع الأخ المستشار. مرحبا بك أخي المستشار، تفضل. لا أنا تنقول الإخوان يجب أن نناقش أنفسنا، واش خلينا شي حاجة ماشي هي هذيك ما درناهاش تجاه الوطن ديالنا، عاد نبداو أننا كيفاش أننا نصيقو وأننا نفهمو أن ماشي أي واحد يقولك أنا قادر نصلح راه قادر يصلح. تصور أنت واحد قداش يقدر يبكي لك في قضية ديال القضية الفلسطينية ما يقدرش يبكي لك لا في الحوز ولا في الفيضانات الأخيرة اللي وقعت. دونك تنقولوا حنا كاينه شي تركيبة ماشي هي هذيك، ولكن قبل ما غنمشيو عند هادو ونحط ليه الصبع في عينيه ونقول له الدفاق خطابك واحد اللي تربيتي عليه شحال هادي لم ينفعنا في أي شيء، زتناه واحد تخربيق أنه ولا شاب مغربي ما تيفهمش واحد المسؤول تيقول هذا يبكي على شباب دار في أراضي أخرى ولا يبكي على تيولي هذاك الطفل ما فهم والو مسكين تخربق، ما هو غادي لجهة فلسطين ما هو غادي لجهة المغرب، بالتالي تتلقاه أنه يتعرض لواحد البرنامج منسق باش انه يخربق ليه في دماغه، باش انه يدير ليه واحد الشبكه في دماغه ويقدر انه يحط ليه واحد الحلم غير حقيقي حتى يصدم. اغلب اللي حرقوا وقصدموا بالواقع حتى جاوا اوروبا، ولاني باش غندخلوا بهذه القضيه اوروبا ما مزياناش وكذا وكذا. لا الاخوه، ليست طريقه وليست حل. الهجره كانت عبر الزمن، ولكن خصنا نفهموا واحد القضيه، خصنا نعرفوا كاينه واحد النوع الهجره اللي نافعه وخدمات عليها فرنسا، وهضرت انا على الطليان واللي خدمت عليها فرنسا، اللي كانت ان فاش فرنسا بغات تنظم الاقتصاد ديالها وبغات انها تدخل لواحد الدراسات، ما ننساوش ان فرنسا انفيستيت وباقا تتانفيستي في الناس ديالها في التعليم العالي داخل امريكا وداخل بريطانيا، ومن الدول اللي هي تتآمن بنماذج ديال دول، وفرنسا عندها واحد التقنيات تتخدم بها تتمشي للنماذج الاقتصاديه القويه وتتصيفط الطلبه ديالها وتتخلص عليهم دي بورس وتتصيفطهم وتيتكونوا تياخذوا واحد الخبرات 5 سنوات 6 سنوات وتيرجعوا، او انهم تيوليو هما من لهيه تقدموا الدراسات ديالهم والحلول ديالهم لهذا. دونك كاين واحد النوع ديال النقاش اللي خصنا نخلقوه في العقليه المغربيه، انك حتى لو بغيتي تهاجر تهاجر بنيه انك تخدم البلاد ديالك، تمشي واحد 5 سنوات 6 سنوات كما داروا
حنا خصنا نرجعوا هي للطريقه اللي كانوا عندنا والدينا شحال ما كانوش قاريين، ولكن فاش كاين مشات يقول لك انا لابد غادي نرجع للبلاد ديالي. تصور سيد ما قاريش وتيخدم ليل ونهار ويبني لك دار ثلاثه ديال الطبقات ويشري الاراضي ويخدم خوه واخته وكذا ويدير مشروع لاخته ويدير مشروع لخوه. كانت عندهم واحد العقليه القديمه، وهذيك العقليه كانت العقليه ديال البناء. المهاجر المغربي هذا لا يعني انه ينفصل على الوطن ديالو. المهاجر المغربي لديه مسؤوليتان، المسؤوليه ديالو هو لان خصو ينجح، ومسؤولية الثانية خصو ينفع البلاد ديالو. وعرف انك عندك واحد المنطق تربيتي عليه، فيما مشيتي غتكون راجل، بمعنى فيما مشيتي غتكون مغربي، فيما مشيتي غتكون وطني، فيما مشيتي ان الهوية المغربية مسؤولية عليك. الاشكال اللي عندنا ان هناك عناصر كرغولية داخل المجتمع المغربي. انا خصني دابا نحصر واحد الزاوية، عندنا بزاف ديال الاشكالات ولا بغينا ندير لهم ليزاناليز خصنا نفصلوهم. بعدا نفصلوا هاد التكالب على البلاد اللي المغاربه خص تكون عندنا واحد التحسيس وعندنا واحد الوعي ان المغربي مستهدف، ان المغربي مستهدف من خلال واحد الشريحه صغيره، مستهدف من اجنده خارجيه غيقول لي لا لغه التامر. لا، كاينين واحد العناصر خطابات دارت لها التحاليل ان هاد الناس هادو ليست لديهم غايه للهجره، هم اجانب ولكن هناك غايه اللي عندهم انهم يزيدوا في واحد الصراع، في واحد في واحد في واحد في واحد في واحد العافيه، بغى يزيدوا هذيك كما تنقولوا حنا الزيت على العافيه. قلنا بهذا المصطلح ليست صدفه باش هاد العينة وهاد الشريحة ديال الأعمار ديال الجزائريين هي نفسها تتواجد في تونس. حنا ما غنقولوش للتونسيين كيفاش أنكم تعالجوا، لقيتيو ناس داخلين معاكم في واحد الخرجة خارجين توانسة عندهم مطالب، تيلقاو جزائريين في الصف الأول كذا. حنا ماشي سوقنا في هذه القضية، أنا لست موكلا حتى أحلل ماذا يقع في تونس، لكن أنا هي باش نقرب واحد الصورة. نفس العناصر ونفس الأعمار هي نفس الأعمار اللي عندنا هنايا، لكن الإشكال اللي كاين الإخوان أن كاين واحد المجموعة في منصات جزائرية في منابر إعلامية جزائرية تتبغي أنها تضرب واحد المعلومة على أن هادوك الجزائريين اللي في المغرب ولا هذيك مولات الايفون برو ماكس انها ليست جزائريه، وبغينا اننا نلصقوا لها انها جزائريه. هذا يطرح سؤال. دونك حنا فاش تنشوفوا هنا تيزيد يزكي النظريه ديالنا ان هاد الناس هادو ليست لديهم نيه سليمه على انهم قلنا عاطينهم ضمانات وقادرين يخدموا حتى في الصوره اللي حنايا تنستنتجوها. بمعنى أن هذه المغاربة بالإجماع طرحت حتى هذيك المواطنة البسيطة جدا اللي شافت الغوثة ديالها وقالت لها الحمد لله، وهذه أحيي تلك المرأة المغربية والأخت المغربية اللي قالت لها الحمد لله حنا عايشين. وحنا تنعرفوا أن الفقر ليس عيبا في المغرب، ولكن اللي عايشين عمر أننا وصلنا للحالة أننا نقول ما لقيت ما ناكل، ما لقيت خضرة، ما لقيت شي حاجة. تنجيو هذه المسألة هذه تنوقفوا على هذيك المغربية الحرة اللي قالت اللهم لك الحمد، حنا شعب قانوع، ارضنا تتعطي، عمر جوعات، الغنى والفقر يصاحب البشر. ما يمكن لكش انك غادي في الدنيا وما تقول ليش انك واحد النهار كيما غتكبر تقدر تنزل، وكيما كنت فقير تقدر في واحد الاراده ديالك في واحد هذا تتبقى اقدار مقدره ارزاق. هذا يعني كاين عندنا واحد القناعه في الحياه اللي تنعيشوا حنايا، في الارزاق اللي تجينا كل نهار تنعرفوها، ماشي مجهدنا حنا تنديروا الاسباب، اما الرزق اللي تيضمنه هو سيدي ربي. هنا غادي نقاطع الاخ المستشار وغادي نرجعوا له بطبيعه الحال، لانه مازال غادي يكشف لنا بواحد المعطيات صادمه غادي تصدموا، عصابه ولاد الحرام. ولكن قبل واحد الاخ كان انه طلح واحد السؤال، قال لي علاش السي احمد ما بقيتش انك كتبان بوجهك؟ هاني كنبان لسبب أن ما تعرضت له شخصيا طيلة أكثر من 6 سنوات وأنا أظهر بالصوت والصورة. تعرضنا للتشويه، تعرضنا للهجوم، زد على ذلك أن صحبة المحلل ديالنا والأستاذ اللي كنحيوه من هذا المنبر، أستاذ سي محمد الرباطي، 6 سنوات وحنا نناضل في هذه القناة هذه. شنو دارت المخابرات والدراسة الجزائرية؟ قامت باختراق القناة وحذف
650 فيديو، ولكن حنا مازالين مستمرين بطبيعة الحال. ومرحبا بالمشتركين اللي بأنهم كانوا كيتابعونا منذ زمان والمشتركين الجدد. قبل ما نزيدوا أننا نستمر مع الأخ المستشار، هذاك الهضراوي اللي أنه كان كيدافع على ديك المسترزقة اللي كتنصل من الهوية ديالها الجزائرية وكتقول لك أنا مغربية باش أنني أن تمس الأعراض والسمعة ديال المغرب والمغاربة. غادي نشوفوا واحد جوج فيديوهات ديالها قصارين بطبيعة الحال، وغادي نرجعوا للأخ المستشار وغادي يتسمعوا اللي غادي يعري على العورة ديال عصابة ولاد الحرام. ها من خلال الفيديو شوفوا هذيك هي، شوفوا هذه اللي قالت لك بأنها ما عندهاش المال وما عندهاش الفلوس وما عندهاش باش توكل ولدها و شوفوا هذه الفيديوهات هذه، شوفوا المسترزقين. هذه من أبواق النظام الجزائري اللي دربت أنها لسبب أنها تضرب سمعة المغاربة، ولكن الحمد لله أن المغاربة عاقوا بك. شوفوا الفيديوهات، أنا ما غاديش أنني نزيد نعلق عليها، لكم التعليق. وهذا اللي كيخرج الهضراوي كيقول لك سيدي بأنها كتموت بالجوع وهي تاباكا وبكا مع هذوك المتابعين اللي متابعينه في القناة ديالو و إذا عليك أن تستحي. غادي نرجعوا للأخ المستشار وغادي تشوفوا الحقيقة ديال هذا النظام الأوليغارشي الجزائري. السؤال المطروح، علاش كيهاجموا المغرب؟ كاين معطيات صادمة غادي تصدمكم، وغادي نزيدوا نستمروا مع الأخ المستشار المناضل الحر. وحنايا فاش نقولوا نقص الخطر اللي خصنا نناقشوه، هو كيفاش بعدا نناقشوا بعض البروباغاندات اللي عندنا داخل وبعض الخرجات ديال بعض ما يسمون بالصحفيين وانهم يساهمون في الاصلاح وانهم بغاو يعريو بعض الفساد. اي احنا بغينا الناس اللي تكون عندها الجراه واللي انها تجيب لنا الدلائل على ان هناك فساد في الاموال ديال البلاد وكذا وكذا وتقدم. انا ما يقنعنيش شي واحد ان البلاد ديالنا انها تتسامح مع المفسدين، والا كيفاش غيخرج لنا واحد مور 40 مليار غادي يولي تيتحاكم راه في السجون. البلاد ديالنا حلات ملفات قويه على ناس اللي كانت واحد الوقت تقدر تشري، ومر 40 مليار راه ماشي شي، راه يشري الجزائر كامله. وانه يدخل لواحد المحاكمه والقاضي يصدر عليه حكم، هنا تنقولوا راه البلاد ديالنا خير. لكن بعض النعاق اللي تيخرج من القضيه تيعطيك الوهم على انه جري وقادر يوريك المفسدين، وفاسد تشوفوا شي لحظات من اللحظات كيف يعقل لصحفي قوي قادر يجيب لك الوثائق والدلائل على فلان وعلان على انه مفسد، وما قادرش انك تجيب لنا الجنسيه ديال البكائيات اللي تتخدم عليها واحد البروباغاندا. اصبحت انا ما غنقولكش عندي قناعه، ولكن عندي واحد الحدس، كيف يعقل لوحده تخرج واللي غادي يخرجوا بعض المنصات الجزائريه داخل تويتر وداخل تيك توك وداخل يوتيوب وفي قنوات جزائريه وتيقول لك ان المغاربه هذه مغربيه وبغينا نلبسوها جنسيه جزائريه باش اننا نصرفوا المشكل ديالنا. حذاري، هذاك المرض اللي عندهم تيبغوا يحطوه، هذه من البنود ديال المخابرات الجزائريه انه يدخلك ويشكك على ان ما يقع عندك حنا هو راه افتعال، هو صوره، هو قصه. دونك هاد الامور هادي وجب علينا ان نقف عليها وقفه رجل واحد. لماذا الجزائريين قادرين يتوظفوا في اي مجتمع وانهم قادرين يتملصوا من الهويه ديالهم؟ وهذا المشكل هذا الاخوان سوف اسمعكم بعض الفيديوهات على ان قوة المخابرات الجزائرية أنها قادرة أنها تملص وتخرج وأنها تبرأ من الجنسيات ديالهم. جزائريين يتملصون من الهوية الجزائرية وبروباغاندا جزائرية تقول لك لا هذوك ماشي جزائريين، هي تتبغي وتسميهم جزائريين. وهذاك اللي في تونس هل يمكن أن اكتشافه حينما قال لذلك الشخص انتهز لي لافتة تقول إسقاط النظام التونسي وقال له انا تونسي، قال له جبد لي لاكارت ديالك او الباسبور ديالك تثبت لي انك تونسي، وبالتالي فاش قلبوا طاروا له على الجيب ديالو جبدوا منه باسبور جزائري. هنا نطرح السؤال، لماذا الاعلام الجزائري يريد ان يوهم المجتمعات اللي بغى يدير فيها الفتنه على اننا نريد ان نلبس بعض
الناس اللي تيكتشفوا داخل المجتمعات انهم جزائريين. ايه هكاك بالصدفه لقينا هذه، ولا هي ياك هي على لسان العظم ديالها قالت انا جزائري اولا. وداخل تونس الناس بدات هويات من جيوب بعض الناس اللي خسرقات بعض المطالب التونسيين، خارجين عندهم ظروف اجتماعيه وخرجوا لمطالب وتبتات على حنا تنطرحوا هذه القضيه. لماذا بعض الجزائريين يتملصون من الهويه رغم هذا النقاش؟ هذا خصنا نناقشوه في العمق. لماذا بعض الخبراء الجزائريين حينما كانوا يريدون اصلاح الاقتصاد الداخلي قال لك حنا عندنا مشكل هويه؟ لماذا هذا الصراع الذي كان يؤرق النظام الجزائري ودخل في واحد صراع دموي واصبح هذا كلمه خاوه خاوه بغلاف على انهم جزائريين يريدون اصلاح الجزائر، واعدم كل من كان يتكلم على ان الجزائر لديها مشكله هويه، وان من يذبح الاقتصاد الجزائري ومن يعني لداخل في تعتيم وفي قتل بعض الناس اللي طالبين مطالب امور بسيطه جدا، وحتى انهم عدموا حتى جنرالات ما قالوا حتى شي حاجه، قالوا خصنا ننتبهوا لواحد الحاجه لان الاقتصاد ديالنا غادي في الكحل في الكحل. حتى ما يقع الان في الجزائر من حراك، وان رئيس جاء بدون انتخابات رغم ما وقع حتى بلاطويات اجنبيه قال لك اودي النسب المئويه التي قدمت عند الجزائريين، فجاءوا بعض الخبراء اللي كانوا في الميدان لقاو عشرات المليون تحسبات عندهم دخلات، قالوا لهم كيفاش الا مجينا نحسبوا هي بالمنطق النسب المئويه لقاو اكثر 100%. لقاو عناصر كانت في احصاءات ديال البوليزاريو منظمات بعيد كل البعد، لقات عناصر اللي كانت عندها هويات افريقيه اصبحت مجنسه بجنسيات جزائريه. اصبحت مشكله الهويه الجزائريه مطروحه. الذي يعتبر نفسه جزائري لم يصوت، بمعنى كما تيطلع الجزائري تيقول لك انا والله ما صوت، تلقاه هو صوت، تنقول له شكون اللي صوت بلاصتك؟ سميتك ولا كارت ناسيونال ديالك هي اللي كاينه هنايا، انت ما صوتيش، ولكن لماذا ادرج اسمك ورقم لاكارت ديالك؟ دونك اصبح الجزائر بدون هويه. اي باش نفهموا اننا في هذه المرحله هذه تعطونا بعض التهم على ان هاد الجزائريين اللي تلاقاه هما ماشي جزائريين، حنا باغيين نعطيهم اي صفات جزائريين، وان هاد البروباغندا ديال خاوه خاوه هي مصطلح لضرب بعض من كان يتغنى بالهويه الجزائريه داخل الجزائر. وقلنا وجبنا باليقين على ان المخابرات الجزائريه اخترقت بعض الحراك الجزائري وضربت بعض من الذي كان يتغنى بالهويه الجزائريه، انه ضربته في العمق دياله، وهي نفسها اللي بغاو ينهجوها بطرق مختلفه على اننا لسنا لدينا هويه جزائريه، وغندخلوا في المجتمعات حتى نؤسس صراعا ونصرف مشاكلنا، وهاد الانتخابات المزوره وهاد الصراع العسكري الداخلي داخل الجزائر، ونخلقوا واحد البلبله. واللي قال هادو جزائريين كذا، لا لا هادو خوتنا دفعتهم ظروف، ويخرجوا لنا واحد ولاد بوحماره، ويخرجوا لنا بعض النعاق ومنابر اخرى، شنو تتقول؟ وهادو فاش يتكتشفوا على انهم جزائريين وتيضربوا لهم التحاليل ديالهم الزيرو، شنو تيقول لك؟ وهادو خوتنا، ولا حنا ما استقبلناهمش، واش هذا اسلام؟ واش هذا؟ وتيخدموا على خطابات تقيه ويدخلوك الاخوه، ويدخلوك على ان كل مغربي من تكلم على جزائري أراد أن يفرقنا داخل المجتمع المغربي، من تكلم عليه فسوف يتبوأ بمقعد في النهر. هكا جاونا الناس ديال التقية. لكن المغاربة فيقوا، فرق بين ناس منظمة، ناس تقاضى عليكم أجور تخترق المجتمع ديالنا حنايا، واحد الفئة واحد الأعمار ومشاو جابوهم وتريناهم.
ابو اعمار مدربه في 25 كلاس باش تمشي تقدر تخاطب، لان ما يمكنش يوظفوا واحد في 60 عام 70 عام يخاطب مول 17 مول 16. حنا ما غنتكلموش على المسؤوليات الاخرى، غنتكلموا على ظاهره، على ظاهره تتفنن فيها يتفنن فيها الكبرانات. لان التساؤل ديالنا لماذا نجد هذه العينه بهذه الاعمار هي التي توظف هذا المجتمع؟ حتى ما تنطرحوا التساؤل، لان الطفل في علم التواصل انني باش ان الشريحه اللي خصني نمشي لها خصني نجيب لها واحد العقليه، وديك العقليه تتفهم مزيان، تتفهم في التيك توك وتفهم في الخطابات ديال تويتر وتفهم في خطابات الفيسبوك وفي اليوتيوب وفي كلش، وتتقرب لك الصوره وتولي هذاك الشخص له عقليه، ويجي له توا بالتطواج ويجي له بالامور بزاف تحدث. راه نوع الاختراقات، راه انا تنقول هذا النوع ما يجيش واحد يقول لي لا وكثرتي، لا 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 لا، هذه هي الاباء يفهموا اي شونجمون تيوقع لولدك حاول تدرسو ماشي تهاجمو، حاول تدرسو. النهار اللي غنوليو اننا غنطلقوا باصلاحات من خلال واحد الدراسه بواحد الغيره على شبابنا، انا ذاك غادي نقولوا راه الاصلاح وضع قدمه الاولى، وغنعرفوا راسنا حطينا رجلينا في الاصلاح. الاصلاح راه حنا هو واحد السيروره غاديين فينا، هو واحد الاصلاح حتى ربي تيقول لا يغيروا ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. الاصلاح تيبدا عندنا بعدا اصلا حنا من النوايا ديالنا، واش فعلا اننا قمنا باصلاح انفسنا باش نصلحوا الغير. دونك هذه المرحله هي مصطلحات رغم انها قويه جدا في الدين ديالنا، لكن عندها واحد المعايير وعندها مصطلحات حتى في الدراسات العلميه. ان ما القضيه ديال الاصلاح، اول حاجه نقولوا حنايا اودي صفي نيتك، الا كنتي باغي الاصلاح بعدا هي صفي نيتك. شنو معناتها؟ يا ربي يكون هذا الاصلاح اللي تهضر عليه انه فيك، عادي اجي نجلسوا هذه الامور هذه غنوقفوا عليها، وفيها بزاف ديال التاصيل وفيها بزاف ديال الامور، ونهضروا على كيفاش المجتمعات تصلح، وغنبعدوا التقيه. غتجيب لي ديك الساعه شنو دارس، وتهضر لي مزاويه هذا، وتهضر لي معين المجتمع، ولا تهضر لي انتايا من واحد الدراسه ديال 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 من خانه من زاويه، واش من الاقتصاد واش من الفينونس واش من كذا، حد لي الزاويه. ما يمكنش تكون انت عالم في كلش، لا لا يمكن، لا يمكن. وبالتالي فاش يدير ان بلون كوريكتيف تيولي المجتمع واعي به، بمعنى اننا فاش نقولوا سير اسيدي الله يسخر في هذا الاصلاح وتلقاو هذوك الناس ما قادينش عليك الاصلاح، هنا المجتمع تيدخل تيقول لك اخويا راك انت ماشي كفاءه، جي حيد سير بحال نجيبوا هذا. هنا تتولي عندنا واحد الذكاء جماعي في الاصلاح، المجتمع واعي، امور واعيه. اما انا باش نحاربوا الفقر راك انت واهم، الفقر ماشي انا اللي درسه، واننا باش نردوا كل شيء غني انت واهم. انا اللي تيهمني هو البلاد ديالي تكون غاليه في الاصلاحات، اما البقيه تبقى هو التوكل على الله. انا غنعطيك كاع لي ماتيريال، نعطيك التكوين، نعطيك المسائل، تبقى لك المساله ديال التوكل، وتتبقى مساله شطارتك كانسان كمخلوق كبشر قادر انه ينتج. اما غتجي نتايا وغتبقى ناعس حل فمك تتنسى اللي مدغلك ويحط لك وتقول والله الا انت هو هذاك الشخص والله ما ندمت عليك على حقاش انا صوتت عليك، لان انا هذا هو اللي كنت مرجو، هو هذا اللي غيطلع ويخدم ويمضغ ويعطيني البلاد. راه ما كايناش حتى شي مجتمع، ما كاين حتى شي مجتمع هاد القضيه هذه. دونك هاد المساله وهاد العقليه غيجي وقتها وناقشوها، وهي ربي ما يجيوناش هذاك الكلاسيكيون اللي كانوا شحال هذه تيهضروا بنفس المنطق، وفاش نعطيوك الورقه والسيله وهذه واحد وقعت ليا تلقى بنادم فمه مجرد يعطيك ما على الدواء طب من الاساليب، وني فاش ترمي له الورقه والسيلو تقول له اعطيني هي الاليات دابا والمدارس اللي تحاول تعالج هذه الاشكاليات، لان الاشكال ديال البطاله راه اشكال عالمي، ولاني شكون اللي يتغلب عليها؟ هي اللي بيرو ديتود، هي المراكز ديال الدراسات اللي تتوفر عليها واحد الدوله واللي تيامن بها المجتمع، يعني تيامن بالكفاءات والخريجين. وحنا واش خاصنا هاد الناس هادو؟ والله ما خاصنا. واللي بغى يتفنن يمشي يضرب دوره في المدارس العليا، وغيبان لك كاينين دي جيني تيطيروا يحسبها لك في السماء،
ونتساءل لماذا لم يكن هؤلاء اللي خريجين واللي بارزين واللي عباقرة والدول تتلهف عليهم لم يكونوا على رأس تسيير. وهنا يبقى السؤال لبعض الأحزاب اللي تتبغي تسابق على الكراسي. دونك هذا نقاش واحد آخر غادي يرجعوا له، ولكن ليس هو. أنا بغيت نفهم لماذا الإعلام الجزائري أصبح يتهم المغاربة على أننا نرفق بعض الهويات هذا، تيقول لك لا هادو شوفوا راه مغربيه وبغى يقولوا لنا جزائري. انا غنقول الاخوه المغاربه اللي تيهمني الوعي ديالهم انكم مستهدفين. هاد الناس هادو بغاو يصدروا ويصرفوا مشاكلهم عليكم، فانظروا ماذا كان وزير اللي ولا عندهم متابع قضائي يعني ما يقدرش دابا يدخل للجزائر. حنا شعب بدون دستور، ما عندناش كواغت في التاريخ، هايمين، نو سوم دي كلونديستان دو ليستوار، نو سوم دي ريسكيور دو ليستوار. زادن بلا كواغت كما الهجره غير الشرعيه، حنا عباره على هجره غير شرعيه في التاريخ. هل لدينا مشروع مجتمع؟ لا. انا اشوف بلي كاين جمهور يفكر بنفس الطريقه، يحلم بنفس المستقبل، ان تكون جزائر كبيره، جزائر عظيمه. انا انتظر، ماشي شخصي انا، وربما ما نشوفهاش انا، انا اتحدث اتوجه للشباب الجزائري، للناس هذوما، هذه الجمهوريه الفكريه اللي تتاسس. علاش الجزائر ما توصلش؟ الجزائر من يمنعها من الوصول الى الحضاره، الى التقدم، الى العظمه؟ هذا الجيل الجاهل اللي يحكم الجزائر وحب حب حب نرافقه للمطلع. اكيد. انا شوف الاخوان، من اقوى الدراسات اللي كاينه هو اننا فاش نشوفوا واحد المجتمع تيعادينا وتنحاولوا نفهموا بعض الخرجات عندهم وتتبغي تسوق عندنا. ان الجزائر عبر التاريخ فهو انهم مهاجرين، وانا غنجيب لك واحد اللي انه تيهضر في المغرب طول وعرض، ولكن كاع قال واحد الكلام خطير جدا. قبل ما غندوزو هذا سمعتيه تكلم على واحد القضيه، على ان الجزائري فهو مهاجر عبر التاريخ، وان الجزائريين يعانون من ازمه هويه، وهي اللي نقدروا نفصلوها ونفهموها. علاش هذه تتقول انا جزائري واني المغرب هو بلادي؟ دونك المغاربه فاش نقولوا تنقولوا حنايا ترجعوها حنا بالعاميه، لا لا المغرب ما هوش بلادك. وريني واش مغربي عمر انه طرح العامي النفسي لماذا الجزائريين قادر انه صعيب على مغربي يقول انا ماشي مغربي. صعيب كيفما كانت وضعيتنا الاجتماعيه وكما بغات تكون الظروف ديالنا خارج الدوله، ما يمكنش المغربي يقول لك انا ماشي مغربي، لانه عنده صراع، عنده امه في قلبه تتنطق له. لا يمكن ان ياخذ هذا مشكل، حتى عند فرنسا ما قدراتش انها تغير المجنسين المغاربه اللي ربما كانت الضربه الصاعقه فاش قد مالح قال لك انا مغربي، اما فرنسي فانا تجنست وانا احترم القانون الفرنسي، وان فرنسا ما يمكنلهاش انها تعاتبني على هذه الجنسيه لانني كنت تنحترم قانونها وتنساهم في اقتصادها. دونك المغاربه تيبقاو سبوعه، ما يقدرش شي واحد شي دوله تجي عنده تقول له انت ساهمتي في التخريب ديالي. لا لا لا، دائما ونزيدكم واحد القضيه وغنجيب هذا النقاش وهذا الشيء من مصادر موثوقه، على ان العقليه المغربيه مطلوبه عبر العالم، وان المهندسين المغاربه داخل المؤسسات المغربيه يتربصون بهم. كاينين سماسره فرنسيين في لي زيكول دانجينيور د المغرب، تيمشيو عنده تيقول له دي واش لقيتي ستاج ولا ما لقيتيش. انا نقدر نقول لك راه كاين ستاج برا، ونقدر وربما الذاكره ديالنا تتعود خريجين ديال المحمديه ولا ما عقلتش على واحد السنه انهم كلهم تعطات لهم عقود سيدي في شركات فرنسيه، وما فهمناش كيفاش فوج باكمله مشى كامل خرج. بس عرف انك راه مركزين عليك الدراسه ديالك. المغرب ولات محطه الدراسات، ولا خصو انه يوقف على هاد الموجه ديال التمغربيه اللي غاديه فيه، ولكن لا يمكن انهم يحبسوا هاد الموجه هذه الا عن طريق الطاقه البشريه ديالو. من اوصل المغرب لهاد القمه؟ من جعل المغرب ان ياخذ شرف تنظيم كاس العالم؟ الطاقات ديالو، الشعب والملك ديالو. هاد المساله انت اصبحت تضع تحت المجهر. اما ما يقع لك
داخل المنظومة ديالك من شواد من تحريض من كذا، هذه من أساليب لإضعافك ويجب العمل عليها، ولكن العمل عليها بمسؤولية وليس بأجندة حزبية أو بمرجعيات أو بولاءات أجنبية، هذا خطر. فبالتالي وجب علينا أن ندرس بعض العينات اللي هي لقيناها داخل الشباب ديالنا، بعدها ندرسوا العينات. عندنا بزاف المعطيات، عندنا دي مينور، عندنا واحد الشباب اللي نقولوا فايتين 18، عندنا جزائريين، عندنا يمنيين، عندنا بعض التركيين، عندنا هادو معطيات يجب تحليلها. لكن فاش تنوقفوا الخرجات ديال بعض هاد العينة الأجنبية تلقاها جزائرية أنها تتكلم وتعرف مؤسساتك وتتعرف الصغيرة والكبيرة، تتعرف لا سينيساس وتتعرف كلش، وهذا النوع من الأمور هي موجهة من عينات أخرى. حنا تنطرحوا التساؤل، لماذا كل أجانب اعترفوا بجنسيتهم إلا الجزائريين دخلوا بجنسيات وأنهم يقولون على أنهم مغاربة وأن مغربي هو بلاده وعاش الملك، ونفس الإخوان اللي كانوا دوزوا هذيك النهار اللي كان دوز السيميمون غير الجبيلات، أن بعض البروباغاندات الجزائرية تتكلم وتتعلم اللهجة المغربية. هنا التساؤل، لماذا النظام الكبراناتي أصبح يجيش بعض الشباب ديالو وأنه تتعطاه دي سالير ديالو؟ لأن كاين واحد العناصر اللي تابعينهم واللي بروباغاندا إلا حصلوا واكتشفوا المغاربة كيجيو لقاءات واحدة أخرى، ها المغاربة بغا يتبرؤوا من ولادهم وبغا يسميهم جزائريين. المغاربة لم يتبرؤوا من جنسيتهم، وليست لدينا عقدة الهوية وليس أي شيء، بالعكس المغاربة النقاشات اللي عندهم في نطاق الهوية أقوى بكثير حتى من النقاشات داخل أمريكا وداخل فرنسا. المغاربة عندهم اعتزاز وافتخار بالهوية، وليس لديهم منطق الإقصاء كما داخل الجزائر، لأن ما يؤرق الجزائر هو منطق الإقصاء. نفهموا المغاربة لماذا الجزائريين يتواجدون داخل المغرب ويتملصون من الهوية الجزائرية، هذا سؤال مطروح على الشباب المغربي والمجتمع المغربي، يجب عليهم أن يفهموا هذه المسألة هذه قبل ما ندخلوا في دراسة المشاكل اللي عندنا والغسيل اللي عندنا. قادرين نناقشوا أي حاجة، هي ما تركبوا الناش على الموجة يا ولد بوحمارة. اللي تركب على الموجة دابا أنا تنقول له أنت ماشي راجل. اللي تركب على الموجة أقسم بالله العلي العظيم إلا خص بنادم عاد نقول له يسير تقرا. حنا هاد المرحلة هادي مرحلة حساسة، مرحلة اللي خصنا يكون عندنا واحد النوع ديال النضج ونناقشوا المواضيع معزولة. ما تجيليش لهاد الظاهرة وتمشي تناقش ليا الأحزاب، لا الأحزاب بغيت نناقشها عندي كيف غندير نناقشها، وهي نناقشها في المشروع ديالها، نناقشها في البرنامج ديالها. أما هاد الظاهرة اللي عندك أنت دابا هي ظاهرة فيها واحد التكالب، وخصنا نناقشوا الأصوات ديالهم ونديروا لها تطابق مع أصوات داخل تونس، ونديروا لها تطابق مع الأصوات داخل النظام الكبراناتي وبعض المحللين الجزائريين، وبالتالي يجب أن نستنتج ماذا يريد الكبرانات ولماذا الكبرانات يريدون التصريف. لأن الكبرانات ما تهمهمش دابا شمال إفريقيا، تهمهم أنهم يريدون إغراق شمال إفريقيا في أزمات وفي مشاكل وفي خرجات وفي تحريض ضرب بعض الرموز ديال المؤسسات. باغين هذا النوع، لأن هذا النوع ديال البلطجة اللي كاينه في تونس واللي البعض الجزائريين بغا يخلقوها لنا داخل المغرب، حنا سنعرفوها ان الجزائريين او النظام الكبراناتي ما عندوش، لان تعرف هذه هي المرحله اللي تتكون عندهم الحراك، وهذه هي المرحله اللي فرنسا تتنبه النظام الكبراناتي اذا ما كان هناك حراكا مثل الحراك راه ما يمكنش خصكم تمشيو بحالكم، لان النظام العجوز يخاف من حراك داخلي اقوى بكثير، وأنه قادر يهز الترينيولات الملايير اللي عندهم خارج الوطن يصرفوها باش المشاكل الداخلية ديالهم ما تبانش. وهذا في حد ذاته هو تساؤل. نكملوا، ركزوا معايا على هذه الإخوان، لأنها تهم
باش نفهموا هي هذوك العقليه اللي عندنا. انا جايب هذا الشيء هي نفهموا العقليه الجزائريه اللي تدخل للمغرب وتتقول لك انا بلادي الجزائر وهموني على ان المغرب عدو وكذا كذا وتعطيك التقيه على ما تقول والله العظيم راه بلادك واخوك. ما دارش فيك الجزائر خير، المغرب يدير فيك الخير. الا ما دارش امك وباك ما داروش فيك الخير في الجزائر، انا هو باك وانا هو امك. تدخل هذيك السذاجه، هذيك العاطفه المغربيه، هذيك العاطفه الجياشه، هي اللي من بعد 10 سنوات تلقاو هذاك اللي كلا الطعام ديالك وكلا الملح ديالك اول واحد تينقزوا عليه وتيبان لك في منابر، وتتبان لك بعض الناعقين اللي تينسقوا معهم انهم يضربوا في بلادك بدون رحمه. رغم ما يقع وما وقع هي ظاهرة عادية جدا لا تشكل حتى 0.001% بما يقع في المكسيك وبما تقع في التونيل ديال بريطانيا وفرنسا وفيما يقع في بعض البلدان اللي فعلا عندها الظاهرة هذه. لماذا كل ما يقع في العالم تصنف من ظاهرة الهجرة السرية إلا الظاهرة ديالنا تريد أن تسيس من بروباغاندات ومن الكبرانات؟ هنا التساؤل، ما علاقة الهوية الجزائرية داخل المجتمع المغربي؟ تنسبها للدول اللي جات منها اللي سواديزون سمعوا من البداية أو أصولها تنتمي ليها. فتلقى اليوم جيت نهضر لكم على واحدة الفئة في الجزائر عندها أزمة هوية، وهي فئة خطيرة على المجتمع وعلى التاريخ الجزائري وعلى التراث الجزائري، بحيث أنه أي حاجة جزائرية تنسبها للدول اللي جات منها اللي سواديزون جات منها او اصولها تنتمي ليها. فتلقى هاد تاره لباسي ينسبوا لك للشبه الجزيره العربيه، وتاره معمار جزائري ينسبوا لك للاتراك والعثمانيين، نجدادي وجدادي وجدادي. فتلقاه يتغنى بالاجداد والاصول القديمه اكثر مما يتغنى بالجزائر كدوله تاعو. يعني بالمختصر الجزائر ما يعتبرهاش الدولة تاعو، يعتبرها فقط مكان للسكن، بينما هو أرضه الحقيقية في تركيا أو في اليمن. وبالنسبة لي هذا اللي عنده ولاء للبلدان ثانية على يعني سبق دول ثانية والدول اللي جا منها على حساب الجزائر تعتبر خيانة، يطعن في التاريخ من الجزائر القديم. يقول لك كوني انا نتا انا لست جزء من الدوله النوميديه فنطعن فيها. هذاك خاين وهذاك بايع بلاده وهذاك اصوله من ويندال وهذاك اصوله من ما باليش واش، تلقاه يزربع وخلاص في تاريخ الجزائر. علاش؟ لانه يحس باللي ما راهوش جزء منه. هذه الارض لا تعنيه، هذه الارض لا ينتمي لها وتاريخها لا يعنيه. فتلقاه مهتم بتاريخ الدولة العثمانية ومهتم بتقاليدها وتراثها ومهتم باليمن وتاريخها وأمجادها على حساب الجزائر. اللي فهم بعض الألغاز وبعض ما يقع، لأن ميمكنناش نفهمه واحد ظاهرة داخل المجتمع ديالنا لناس يتنصلون من الهوية الجزائرية بدون ما نفهموا هذه الظاهرة داخل المجتمع. بين قوسين الجزائري ليس هو بجزائري، ذلك المهاجر عبر الزمن وعبر التاريخ والذي يبحث عن الهوية والذي لديه سهل أن يقول أن الجزائر ماشي بلادي، المغرب هو بلادي. هذا النوع هذا اللي بغينا نفهمهم، لأن النظام الكبرانشي هو ليس هو عارف باش نفهموا علاش الجزائريين تيبغوا ينقشونا بالنوميديا، علاش الجزائر تيبغوا انهم يدخلوا راسهم في الامازيغيه. لان الا بغينا نشوفوا هاد الامور وهاد النقاشات اللي تنقولوا للاخوان المغاربه، ما تحاولوش تركبوا لنا على والا سوف تكون جزء من المخطط الجزائري. انك تتبغي تلعب وتبغي تنسب المغاربه المشارقه وكذا وكذا، تبغوا تلعبوا هذاك اللعب. المغرب مغربي الهويه سالات. هاد البروباغاندات راها مخدومه، ولكن اللي فاهمها حاول درس هاد الصراع اللي عند الجزائريين وبغى يجيبوه لك انت، بغى يجيبوه لك انت، انت بغى يجيبوه لك، لانهم باش يجيبوه لك خصهم يدخلوا لك هاد الجزائري خوك عندك في القلب، تسمح فيه انه ناقص الدين ديالك، ما قلتيش خاوة خاوة كما قال ولد بوحمارة، راك انت صهيوني،
لكن هي معطيات قوية جدا تقدر تفهمك ماذا يقع. ولا فهمتي ماذا يقع سهل الإصلاح آنذاك. إلا ما فهمناش ماذا يقع لا يمكن أن نتكلم على الإصلاح. الناس اللي تعرفوا يدرسوا اللي عندهم ليبيرو ديتشيب والإخوان اللي أنا تنعرف عندنا كفاءات هنا في التيك توك وإخوان داخلين عندهم واحد العواطيق ديال التمغربيات وغيدوزوا الأمور. احنا ما تنقولوش نصفقوا، لا لا لا، جيب لي دراسة، جيب لي مشكل قول لي هالأسباب ديالو هالحلول سالات. تنعرف مغربي من الناس اللي تيبني، أما مغربي بعقلية كرغولية وما أكثرهم سهل انه يمشي كل التقيه، مش سهل انه يهاجم لك العقيده ديالك الا ما مشيتيلوش في الطرح ديالو، وسهل انه يدخل لك. واني المغربي نهار اللي غتقول له خوك اخويا هاك خذ لي هاد الاليات باش تعرف اذا كان لديك سم في المجتمع ديالك خصك تحيدو، والخطا خصك تعترف به، والمشكل خصك توقف على الحل ديالو، انا ذاك غادي نقولوا حنا عندنا واحد المنطقه الاصلاح. ولا نخاف احدا، لان الانسان اللي تتجيلو بالمرض مشخصو وتقول له ها المرض ديالك باش هذا، المريض عمرو يرفض لك الدواء. فاش يمشي ويتشخص تقول له ها الدواء ديالك تيشدو تيحني الراس ديالو، تلقاه مجندر، تلقى انسان خارج عيني. ولكن النهار اللي تيمرض تيولي الراس ديالو طايح. علاش؟ لان تيمشي عند الطبيب. والمغاربه خصهم يكونوا في بعض الاحيان وفي بعض الامراض اللي عندنا في المجتمع خصنا نكونوا اطباء صحاح، لان المغرب ما تيهزوه هي ولاد بلاده. والناس اللي غيبغيو يضربوا فيك فيروسات باش يضعفوك وما اكثرهم، والناس اللي باردين الكتاف ويبينوا لك انهم المصلحين لانهم وانهم عندهم يا دفعه اعلاميه من الجهه الاخرى يا غيجيبوه فواحد البلاطو جزائري. كاينين الناس اللي يقدر يضرب فيك طول وعرض، بحال هذاك اللي وقع عليه ضرب لك في السلق جاع وضرب لك في واحد المنظومه ناجحه ما قادرش حتى شي دوله عربيه ومنها دول اجنبيه تعطينا النجاحات اللي غادي فيها القجع. مشى واحد بمجرد ما تغنوا به في البلاطويه الجزائريه ولا تيضرب طول وعرض. علاش؟ لانه هو بغى الاكسنس، بغى الاذاعه ديالو تطلع. كاين واحد النوع اللي كلاوه ندخلوا في هذا النوع الاسترزاق، صعيب صعيب انه يجيك ويناقشك بمنطق مغربي ويعطيني شنو عندك، لان تيخاف انك تكتشفه ويدخل كل ما شجعتيه كل ما تتكون القريب اللي عنده. ولكن النهار اللي غتكون انت تحرل له الجدر تقول له الجدر ديالك راه ما طلعش، هو هذاك راه تيتسقى بواحد المخبيت ماشي ديال المغاربه، غادي يولي غتولي عنده عدد لا دود. نسمعوا واحد الخطاب اخر، لانه ما اكثر لنا باش يفهمنا علاش الجزائريين تيبغيو يمشيو يرميونا للمشارق. وهذا مخطط قلت هذيك النهار، قلت الاخوان حتى الذين يناقشون في مواضيع سواء الامازيغيه وكذا، واياكم ترموا على شي امور خارجه على المغرب، لانها من المخططات الجزائريه، لانها من الدراسات ديالهم، لانها خارجه من دراساتهم هما، لان عندهم مشكل من الهويه. ناس مازال انه فخور انه تكون مرجعيه، تركيا عنده اكثر من مرجع. مازال الناس اللي دابا في الجزائر تيبغي يسقط شي ورقه تيقول له سير جيب لي النسب ديالك ولا السلاله ديالك، خصو يمشي للمكاتب او يمشي لتركيا باش يجيب النسب ديالو. حذاري الاخوان، ونحن ماشي هكاك. الجزائري باش ياخذ هذيك لاكت اوريجينال خصو يمشي لتركيا، ومنهم من يعود الى فرنسا. حنا ماشي هذا النوع، هذا حنا لسنا اولئك. ومازال جزائريين انه تيجي ويحاول يقول لك كذا ما كذا، انهم عندهم امتيازات داخل تركيا لحمل الجنسيه التركيه، وعندهم امتيازات داخل فرنسا لحمل الجنسيه الفرنسيه اكثر من المهاجرين الاخرين. واحد المقال كتبه محمد مولود، فهو باحث وكاتب جزائري واللي مغضوب عليه واللي راه هو دابا في تركيا، كتب من لا تراته لا هويه له، ويهبط لك خط لك صراع على ان الجزائريين عندهم واحد الازمه في بناء واحد المسار تاريخي ديالهم الى يومنا هذا. ما فهموش واش المقررات ديالهم يحيدوا كل ما هو تركي
ويوصلوا لك على ان كل ما هو مغربي ويتبناه بمنطق جزائري، وهذا هو العمل اللي خدم عليه كدبون واللي غيستمر في هذا المخطط هذا، واللي عندنا حنا معاه واحد الصراع قوي رغم انه يخدمونا في هذا الصراع. الكدبوني فعلا فيق المغاربه من منطق خاوه خاوه، وفيق المغاربه انهم يمشيوا ويدرسوا بعض السموم اللي كانت عند الجزائريين انذاك عند اجدادنا، والطرد اللي طردوا والاخوان اللي دخلوا والاحفاد ديالهم الذين لا زالوا يعانون من صدمات ما وقع، خلاتنا حنا يرجعوا واحد الذاكره اللي حنا بنوايا مغربيه ان ما فعله الجزائريين لا يؤثر علينا، وعندنا واحد المسار تنموي ومخصنا اننا ما نكثروش من ديك النقاشات داخل المغرب احتراما لمشاعر اخواننا المغاربه. لكن حينما دخل هذا المخطط حيز التنفيذ واللي بغاو الكدبونيين انهم يمسحوه هاد الصوره السوداء ما فعله النظام الكبراناتي، بانوا لنا واحد ولاد بوحماره انهم يؤيدون هذا الطرح، ولكن على حساب من؟ على حساب هويه مفقوده عندهم، حتى انهم ناضوا يتراماو على واحد التراث اللي هو التراث المغربي اللي ولات بروباغندا مسموح لها، في حين كانت تركيا لا تسمح للجزائريين انهم يمشيوا ويقولوا على ان هذه والله لا تراث جزائري. كانت واحد الوقت ممنوع على المؤرخين الجزائريين انهم يمشيوا، لان تركيا تعرف انهم ما بغاتش الجزائر تنصل من التاريخ العثماني اللي تعتبر واحد اللبنه اساسيه في تكوين الجينات الجزائريه. هذه الامور هذه هي الذي دابا المشروع الكبراني تخلط عليهم، ان من قال على ان الجزائري يهرب من هويته العثمانيه فيعدم، ولا مطلوب عند الكبرانيين وخصهم يتقالش. الكبرانات باغيين الناس مسلوبه الهويه حتى انها تدخل لهذ المجتمعات باش تصرف عليها، لان عندنا حنا قناعه وقناعات المجتمعات ان النظام الكبراناتي لا يستمر الا عن طريق هاد الفتن اللي تيخلقها، عن طريق ناس دياولها مسلوبين الهويه. الجزائر مسلوبين الهويه. حنا تنطرحوا التساؤلات كما غاربه باش تفهم ان جزائري الا قال لك انا جزائر ما تنعصرش بها، وبغاو يقنعوني ان المغرب عدو وان المغرب بغى ليا مشاكل وكذا، عرف انه جزء من المخطط الكرغولي، جزء من المخطط. هذيك الطرق استعملت عليه ابا الحكم العثماني، واستعملت عليه ابا الحكم الفرنسي، والان تستعمل عليه باداره فرنسيه كبرناتيه لخلق بعض الفتن داخل شمال افريقيا للمفاد ديالها، على ان شمال افريقيا لا يمكن ان تكون واحد الجزء قوي من الاقتصاد العالمي، لانه يؤرق نظام الاقتصاد الاوروبي وعلى الخصوص نظام الاقتصاد الفرنسي. هذا نقاش صلنا فيه وسوف نعود اليه، لانه فيه ما يتقال. لا بغيتي تضرب الاقتصاد ديال الدوله سير لها الشباب ديالها.